اهلا بك رائد وشكرا لانضمامك. يعني اسعار النفط والاجتماع الذي تم تاجيله، يعني كيف برايك يمكن ان يخرج هذا الاجتماع؟ واذا ما كان هناك اتفاق لخفض الانتاج، هل يجب ان يشمل الولايات المتحده الامريكيه كما لوحت روسيا من قبل؟ للاسف الشديد لست متفائلا كثيرا بالتوافق السعودي الروسي بنتيجه التجربه السابقه مؤخرا، على الرغم من الضغوط التي يفرضها فيروس كورونا وتراجع مستويات الانتاج الكبيره، يوجد هناك صراع واضح وصريح على الحصص السوقيه، وبالتالي لن تكتفي روسيا بالتعهد والالتزام من أوبك بتقليص الإنتاج الأنظار تتجه للولايات المتحدة الأمريكية التي تحارب من جهة أخرى للإبقاء على سوق الطاقة يعمل والموظفين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية محافظين على وظائفهم، وبالتالي ذلك قد يعني فرض رسوم وحرب النفط تستدور بشكل أكبر. وهنا النقطة المهمة جداً، الأسواق إجمالاً تتداول الشائعات وتسعر الشائعات بالشراء، ومن ثم عندما تأتي الحقائق يأتي البيع، وهذا تماماً ما توقع حدوثه مع الواقع الاجتماع الذي ننتظره والذي تم تأجيله مرتبط بشكل كبير بأن يكون هناك التزام من جميع الأطراف، والذي أعتقد في الوقت الراهن غير موجود أو لن يكون موجوداً على الأقل من الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعى خصوصاً بعد بيانات الوظائف التي شاهدناها يوم أمس إلى الحد من مستويات البطالة وإلى إيقاف نزيف الوظائف داخل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي قطاع الطاقة واحد من القطاعات المهمة التي سوف يلتزمون بإبقائه، وبالتالي هذا يزيد من الطين بلة فيما يتعلق بوفرة المعروض بشكل كبير. حتى لو تم التخفيض ب 10 مليون برميل، وهو فعليا مقدار الزيادة اليومية في المعروض حول العالم، لن يكون هناك التجاوب الكافي، لأنه سوف يكون الصراع من أين سوف يتم هذا التقليص؟ هل سيكون من أوبك بلس وحدها؟ هنا روسيا لن توافق كما كانت غير موافقة في الفترة الماضية، على الرغم من أنه الوضع يعني صعب جدا مع وجود الفيروس واستمرار انتشاره والسلبيات بعد الخروج من الأزمة. رائد، دعنا نضح سيناريوهين، سيناريو الوصول اتفاق 10 ملايين برميل أو أكثر، يعني الأكثر تفاؤلاً، والسيناريو الآخر هو عدم التوصل لاتفاق. هل يمكن في حالة السيناريو الثاني إذا لم يتم التوصل لاتفاق أن تتراجع الأسعار إلى ما دون مستوياتها السابقة، يعني نشاهد التكساس تحت 20 مثلاً؟ الفشل في الاتفاق أعتقد 16 دولار للبرميل سوف تكون هي المستهدفات التالية لأسعار النفط، على أثر أو على وقع المضاربات الفورية التي سوف تدفع بالأسعار بشكل سريع بنتيجة القلق وعدم الوضوح وعدم اليقين، ومن هنا قد تتدخل الولايات المتحدة الأمريكية بفرض فعلي للرسوم على واردات النفط من السعودية أو من الدول المنتجة من أوبك إجمالاً. هنا النقطة مهمة جدا، السوق في حالة حساسية عالية، وأي نوع من عدم الاتفاق سوف يكون له وقع كبير جدا سواء على أسواق النفط وعلى أسواق الاقتصاد العالمي أو على الأسواق العالمية إجمالا التي ترتبط كثيرا ب يعني تحركات أسعار النفط مؤخرا. وأعتقد يعني الموضوع شائك، السيناريو الأكثر ترجيحا هو الإطالة والمفاوضة في الاتفاق، أن يكون هناك نوع من جلسات متعددة حتى تمتص الأسواق نوعا ما الأمر، أو أن يكون على الأقل هناك طرح لوجهات نظر نوعا ما متقاربة. طيب، بعيدا عن النفط، ودعنا نتحدث أيضا عن استمرار حالة التباطؤ بالنسبة لفيروس كورونا. تباطأت الحالات إلى حد ما في أوروبا، وبالتالي الأسواق تبدو متفائلة، والسؤال الآن المهم، هذه الحالة من التفاؤل هل ستدوم؟ هل وصلت أسواق الأسهم عالميا إلى القاع؟ يعني محمد، النقطة الأهم هي الاختبار ومزيد من الاختبارات هي المطلوبة في الفترة القادمة. ما يحدث حاليا بتراجع مستويات الوفيات هو يعني إشارة إيجابية نوعا ما يتفاعل معها الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي أبدا وجود هذا الفيروس واستمرار انتشاره مع
مع وجود قلة في الموارد الطبية حول العالم. يعني نتحدث عن الاقتصادات الكبرى في العالم تواجه يعني صعوبة ومحدودية في الموارد الطبية، وبالتالي المزيد من الاختبار قد يظهر بشكل أكبر، والضغط أكبر هو على المجتمعات حقيقة أن تلتزم بسبل الوقاية والاحتراز من هذا الفيروس حتى يكون هناك الإيجابية. الإيجابية التي لمستها الأسواق هي من تراجع الوفيات، ولكن يجب أن يكون هناك استدامة بهذا الكيرب أو بهذا المنحنى الجديد، وأن يكون هناك يعني استمرارية إلى حد ما، وبدء بمزيد من التراجع في مستويات الحالات. لم تتغير مستويات الحالات حتى الآن محمد، يعني لا يزال هناك المزيد من الحالات التي اكتشفها، وعدد الإصابات لا يزال مستمر، عدد الوفيات متراجع. هو أمر يعني مرد إلى العينة التي نقوم بالبحث فيها حاليا، أو ليس العينة وإنما المرحلة التي يمر بها انتشار الفيروس. مع انتشاره أكثر ممكن أن تأتي حالات أكثر حرجة في الفترة القادمة، خصوصا أنه نعي تماما من هم المعرضون أكثر للآثار السلبية، هم أصحاب الأزمات الصحية والمرتبطة يعني بزيادة احتمالية الوقاية. يعني وربما أيضا رائد الصعوبة الآن هي فكرة التوفيق بين حالة العزل القائمة والتباعد الاجتماعي وبين الآثار الاقتصادية المترتبة على ذلك. برأيك هل ستستمر هذه الحالة طويلا أم في النهاية يعني سيفقدون القدرة على يعني التحفيز ويجب أن يعود الناس للعمل أجلا أم عاجلا حتى ولو لم يكن هناك حل جذري لمشكلة الفيروس؟ بلا شك عودة إلى العمل هي ضرورية ومطلوبة جدا حتى تعود يعني الاقتصاد أو عجلة الاقتصاد للدوران. نحن دخلنا فعليا في مرحلة يعني الكساد، دائرة الاقتصاد المغلقة، واللي هي تراجع في الإنتاج، تراجع في ارتفاع في مستويات البطالة، انخفاض في الرواتب والأجور، انتقالا إلى انخفاض في الطلب والاستهلاك، وبالتالي عودة إلى تراجع في الإنتاج مرة أخرى. ولكن سبل العزل المجتمعي ومنع التواصل الاجتماعي هي مهمة جدا ومفصلية في المرحلة الحالية حتى يكون هناك قصر نوعا ما لفترة الحجر المنزلي وتوقف الأعمال إجمالا. وأعتقد ما يجب الانتباه له هي المستويات اللي ذكرتها أنت شوي بالتقرير، هو مدى الالتزام ونسبة الالتزام ومدى ارتباطها أو الكوريليشن أو الارتباط ما بينها وبين تراجع مستويات الحالات وتراجع مستويات الوفيات إجمالا. وهنا نتحدث عن المدة الزمنية التي الجميع يتحدث فيها، هي أسبوعين إلى 3 أسابيع. شكرا لك رائد الخضر رئيس قسم أبحاث السوق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على هذه التحليلات.